السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيوا على غريبة في تونس وكيف ما عرفنا وسمعنا ديما وحالفين أنه كل يوم نسمع غريبة في تونس. اليوم النائب عن كتلة حزب قلب تونس عياض اللومي اللي يحب يبرز روحه برشا ليمتها ذوما أكد أنه هو باش يقاضي رئيس الجمهورية والحزب متاعه حيث يتجه إلى مقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد والزوجين محمد وسيمية عبو بتهمة فبركة ملف سجن نبيل القروي. واتهم اللومي في حوار الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة قيس سعيد وما وصفه بحزام سياسي بالتدخل في القضاء وبالعمل على الإبقاء لرئيس حزبه نبيل القروي في السجن معتبرا أنه لم تعد هنالك دولة أو تسريبات محمد عمار فضيحة لافتة إلى أن القروي سيجد أمامه قضايا أخرى صورة خروجه من السجن. شدد اللومي على أن الحزب في حالة استنفار لأننا نعيش مظلمة كبيرة مسلطة على رئيس الحزب وهي مسلطة من خلال علي رجل الأعمال في تونس ورجال السياسة ونبيل القروي يحاكم اليوم لكونه نبيل القروي. مضيفا بالقول ذكر محمد عمار في تسريبات أن رئيس الجمهورية وحرمه نادي عكاشة ومحمد عبو هدفهم هو تفكيك القضاء وتدخل فيه وأن لا يغادر القروي السجن وأن الملفات مخدومة على قاعدة وأن القروي إذا خرج من هذه القضية فهنا القضايا أخرى مجهزة له هذه لم تعد دولتي. شكون هذا محمد عمار أصلا حتى البشي أكدلكم ويكون كلامه قرآن كريم هابط؟ وقيس سعيد شنو المشاكل اللي عنده مع نبيل القروي؟ مشاكل شخصية خدموا مخاخكم يزيكم تفوريخة شوية. قال له هاوكا رئيس يحب ينحي وحب يحط نبيل القروي في السجن بالسيف. ما تنسوا لايك وشيرك وتفعيل الجرس وتوا. نقول لكم باي باي.